يقول في سؤاله الآخر: لي جار قريب من المسجد يسمع النداء ولا يصلي، وهو يزعم أنه مشغول، فما حكم فعله؟ وبماذا تنصحونني تجاهه حيث إني أخشى الحرج من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. يجب على المسلم أن يصلي مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وحرق سوى وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة عليهم بالنار. كل هذا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة، والعذر ما يكون عذرا إلا إذا كان عذرا شرعيا، كالخوف الذي يحول بينه وبين المسجد، وكالمرض الذي يقعده عن الذهاب إلى المسجد، الأعذار الشرعية. نعم.